forcément le chemin le plus évident. Donc, vous allez partir ici. اليوم رانا في بنات باش نحضروا لي نشاط مميز وهو نشاط تاع رياضه قصوى الجري لمسافه 22 كيلومتر 222 كيلومتر على خمس مراحل. كما راكم تشوفوا يعني فيه مشاركين اجانب اللي بالغرابة تاعهم تقريبا 170 مشارك بينهم خمسه جزائريين بين نساء ورجال مختلف الاعمار. كل مرحله تختلف عن الاخرى، هناك مراحل فيها 32 كيلومتر، هناك مراحل فيها 50 كيلومتر، اذا باختلاف المواقع السياحيه. متشوق لاكتشاف البلاد خاصه الجهه الجنوبيه للجزائر. انا في الحقيقه متحمس لخوض السباق والتعرف على اشخاص جدد. ان شاء الله نقدموا مردود احسن، مردود جيد ونكملوه لياقة إن شاء الله، لياقة بدنية مليحة بدون إصابات بدون كذا، وإن شاء الله والله ما شاء الله بلادنا هايلة وما شاء الله الله يبارك، جنة فوق الأرض.